Okay, thank you very much. شكرا لكم. مرحبا بجميع المشاركين سيداتي وسادتي، أرحب بكم في نهاية السنة من عن البعث عن المجموعة العالمية للبعثة الدائمة السويدية. أن العدد الكبير من الزملاء سواء في جنيف أو بالانضم إلينا عبر الإنترنت، التسجيلات من المشاركين القادمين من أكثر من 80 دولة حول العالم تعكس تنوعا كبيرا في المنطقة ولغة المشاركين، وبالإضافة أهمية ملائمة الموضوع الذي نريد مناقشته اليوم، الوصول الذي يحمي كما يعلم كثير منكم في عام 2002 كانت هناك المجموعة العالمية التي تحمي سنعمل هذه القصص التي تعمل في 2022. بذلت مجموعة الحماية العالمية جهوداً مركز فهم أفضل لكيفية تأثير قيود الوصول المتزايد على إجراء حماية على وجه التحدي وما يمكن القيام به لمواجهة هذه التحديات. لنبدأ أقول لكم حول مجموعة العالمية للحماية حول هذه الاستراتيجيات الحماية. كانت السويد مشاركة نشطاً ومساهماً في حملة مجموعة الحماية العالمية لهذا العام حول الوصول الذي يحمي. لقد استمتعنا بشكل خاص بلعب دور نشط كجهة مانحة في منتدى الحماية العالمي في أكتوبر، حيث لم تم تكريمنا والهام للاستماع للتدخلات المختلفة من زملاء الميدانيين أن نكون محاطنين فعلياً بمثل هذه الثروة من الخبرة. ومن خلال المنتدى سمعنا أمثلة ممتازة عن كيفية عمل ودعم المجتمع وكيف يضمن نظام إنساني شامل اعتراف بجميع الجهات الفاعلة في مجال الحماية وتقديرها ودعمها. تتضمن استراتيجية السويد الإنسانية من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي سيدا أهدافاً فرعية واضحة لتقليل مخاطر العنف والتهديدات وسوء المعاملة للأشخاص المتأثرين بالأزمة. يجري تنفيذ الاستراتيجية في 21 أزمة كبرى وعدد أزمات أخرى من الجانب الإنساني. نفعل ما في وسعنا لدعم الإجراءات التي تخفف التهديدات وتقليل نقاط الضعف وتعزيز القدرات من أجل الحماية الذاتية والوصول لنتائج الحماية، كما يتضمن أهدافاً تتعلق بالوصول للأمن والمستدام دون عوائق. لذلك هناك الوصول المتل حيث هناك دبلوماسية في الحماية وتطوير هذه الاستراتيجية للترويج للوصول الإنساني للسكان الذي لا يمكن الوصول إليهم بشكل سهل، ومن السهل المنظمة أن يكون لها وصولاً ومناحي مختلفة للوصول إلى الناس الذي يحتاجون إلى الحماية. وأيضاً نحتاج ونريد توعية حول المبادئ الإنسانية لزيادة الحماية الناس التي يحتاجون إلى الحماية. السويد سعيدة أن تستضيف هذه الفعالية مع الجي بي سي، وهي شبكة للشركاء الحماية. في اليوم سامويل شونغ منسق مجموعة الحماية العالمية رسميا جدول أعمال مجموعة الحماية العالمية للتغيير حول الوصول الذي يحمي، ما تسليط الضوء على أولياء تغيير السياسات وممارسات تم تطويرها بشكل تعاوني مع خبراء الحماية سواء الممارسين في الخطوط الأمامية وصانع السياسات على مدى العام. سنة أيضا ينضم إلينا متحدثون من ذلك. نحن نسعد أن يسعدنا من شانكن ICRC الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأيضا آخرون، كل الذين يتحالفون مع وضع الأولويات والتزاماتهم في الوصول إلى الحماية والتغيير في الجدول الأعمال. فهذه الفعالية هي فرصة كبيرة أن نجتمع سوية ونعكس على بعض ما حققناه في مجتمعاتنا وأن تسليط الضوء ما الذي نفعل لنتقدم إلى الأمام السنة القادمة. السويد أيضا مع الآخرين حول مراجعة حول سياسة الحماية، كيف يمكن دعم ونتقدم الأمام وتوصيات لوضع الحماية ليكون مركزا للجميع. وهذه المقدمة، شكرا لانتباهكم. والآن السيدة أندينيان منسق الحماية في المفوضية لكي يتكلم، تفضلوا كلمة لكم. شكرا حنا، مرحبا جميعا في هذه الغرفة.
العديد من الناس الذين اجتمعوا معنا، مئات منهم خلال السنوات الأخيرة كانت هي عن بعد. دائما سعدت أن أكون معكم هنا. هناك نشاط وحماس في المشاركة، وهذا من مهم في الحماية للناس في المساعدة الدولية. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا، وشكرا للسويد لاستضافة هذه الفعالية، ومع جميع الشركاء الذي أنت وصفتهم. كلكم كنا تعملون سويا خلال مجموعة الحماية الدولية خلال السنوات. هي هذه الفرصة لكي نتابع ما نحن واجهناه والتحديات، وأنا سعيدة أنكم قلتم بعرض هذه النقاط في هذه تقديم الحماية. هناك أمور صعبة، ولأعترف هذا العمل الذي عملناه في العمل، ولكن نحن نعمل على أمور مفتاحية وإزالة العوائق لإعطاء الحماية في أمور العملية، وهذا أيضا أمر صعب في أعمال الإنسانية والمناخ الإنساني. هذه السنة استمرنا ما خلال السنوات السابقة زيادة كبيرة في الناس يحتاجون إلى المساعدة الدولية، وهي تزداد بسبب هي دولية عالمية هذه المشكلة. هذه السنة ونهاية 2022 لدينا الكثير من النزاعات، أكثر من أي وقت آخر حول الحرب العالمية الثانية. هي النزاع بالنسبة للتشريد الداخلي الذي بدأ، وهذه مجموعة الدولية العالمية عملت وفقا تكتل الحماية. تم تقضية عدد مسلم لإشغال بلغ 150 مليون شخص بحاجة للحماية على مستوى العالم في عام 2022. تزيد أزمة المناخ من تفاقل العديد من المخاطر التي يواجهها الأشخاص المضررين من النزاعات، في حين أن الصدمات الاقتصادية والآثار الدائمة لوباء كوفيد، وهذا يعطينا حسن كيف يزداد هذا الأمر. هذه السنة المفوضية السامية للاجئين 40 أزمة في الأزمات الطارئة، 22 هي جديدة. لدينا تاريخاً في هذه الأمور، لم نشهد مثل هذه الأمور الطارئية التي تزداد، أو العديد منهم التي تفاقمت بسبب المناخ هذا المعدي. وهذه حلول الحماية التي وضعت مخيل لا يمكن وضعها بعد الآن. نحن هذه الأزمات تزداد هذه السنة، والصعوبات العودة إلى السلام والأمن إلى مناطق هذه النزاعات. ونتحلم حول أزمة البيئة، والتي هي زادت أدم ملايين من الناس لقد ازدادت، وهذه الواقع. العديد من الكوارث الإنسانية هي بسبب النزاع والصراع الذي تزامنت مع الأزمة البيئة. أتوقع الآن 2022 في نهايتها نتحدث الأمور الاجتماعية والاقتصادية التي تأثرت على الناس، وأيضا مشكلة الكوفيد تقود بالمثل قدرات الناس على الإدارة في ظروف يائسة بالفعل. ونتحدث على هذا، رأينا الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى، هي أزمات إنسانية، 6 ملايين في كونغو مشردين، وأيضا الحرب الأهلية موزمبيق تستمر، وفي أثيوبيا وأيضا تستمر هذه الكارثة الإنسانية، في ريهينغا في ميانمار. والقدرة لحل هذه الاحتياجات العديد من الملايين للعودة إلى سوريا الذي يعودون ليكون في تركيا والتي لديها عبء كبير. وهذا العمل الوقت لنفكر. كل سنة المفوضية السامية تعطي أعداداً أكثر وأكثر. هناك أمور طارئة للسنة القادمة، نحن لا نحل المشكلة، وهذه يجب أن نفكر بشكل واضح.
عملنا الأساسي الوصول للحقوق وتحقيق الحماية مهمة. أنا بشكل شخصي سعيدة أن يكون هذا تفكيرا حول هذه المبادرة الجديدة. في هذه الكارثة رأينا بعض هذا الأمور التي هي ممكن ضوء تزداد في فهم أهمية المجموعة الإنسانية المحلية وهي مجموعة النساء المحليات الاستجابة إلى الوباء الكوفيد لبعد هذه عن الألعاب الذي يلعبون. هناك العنف الجنسي يستمر ويزداد، وأيضا المحادثات على المستوى الوطني للوصول إلى المدارس والأطفال الذين يعيشون في مناخ فيه عنف. نحن نتعلم لنضع هناك تسليط الضوء على المجتمعات المحلية لكي تصل لهم هذه المساعدة ومساعدتهم وأن ينجحوا أينما هم. نحن لا نحن نصارع ونعمل بما يكفي في هذه الأزمات. هذه الأموال مثل هذه السنة أو السنوات الماضية الحاجة هي تزداد بشكل كبير. لسوء الحظ نحن في موقع بعض الدول نحن نقنعها لفهم مبادئ هذه مسؤولية المشاركة. هذه الدول عادوا كدول مضيفة، لديهم أموال أقل وميزانية أقل. هذا من الصعب جدا أن نستمر في ما نفعله. هذه قلة الوصول لقيناه في الكثير من المناحي، 23 عملية التي نشطة في العالم يصلون الميزانية. هناك قلة كثيرة في الأموال تصل إليهم والمساعدات الإنسانية، الكثير من الأمثلة ومن سخرية القدر. مجموعات والمجتمعات الذين يحتاجون بشكل أكبر للحماية هم الذين لا يصلون إلى المساعدة لمساعدة إنقاذهم. لسوء الحظ هذا بسبب تصميم لقلة الوصول والاستراتيجيات التي تم اعتناقها في النزاعات، وهي تضر بالمواطنين الموجودين، وهذا أمر مهم جداً للوصول إليهم. أنتم تعرفون تماماً أثيوبيا وعدم القدرة الوصول هذه المنطقة إلى أوكرانيا. هناك الكثير من الوصول لقد تم إدعاؤه في المناطق التي تم تحريرها، التي تصل الآن الغذاء وأيضاً المساعدات إلى هذه المناطق. هناك أيضاً عوائق في الحماية في أفغانستان، وطبعاً خاصة هي نحن قلقون حولها في المشاركة، وأيضاً التحرك للموظفين من النساء من قبل السلطات. هذه أمثلة للسياسات اللي هي عوائق الوصول والذين يقدمون المساعدة والخدمات للنساء والبنات. في جنوب السودان هناك أيضاً هناك عنف محلي وعوائق أيضاً للغذاء. هناك الفيضانات غير مسبوقة في هذه الأوضاع الصعبة، كل هذه له تأثير على السكان. أيضاً مجموعة الدولية عملوا مجموعات عمل لتخفيف هذه التحديات وأن يكون هناك الوصول بوقت محدد ومناسب. في نيجيريا الوصول إلى المساعدة إغاثة، الناس يعيشون تحت المجموعات غير المسلحة، هناك صعب الوصول إليهم. نحن نحاول حول مجموعات العمل من خلال شركائنا لكي نفهم كيف يمكن أن نتأكد الوصول إلى في مثل هذه الأوضاع. هناك بعض الأمور الناجحة في مثل تلك العمليات، ونرى تغييرات في بعض المناطق أيضا. هناك أيضا حاجة كبيرة لاكتشاف هذه العوائق التي تؤثر على ولنفهمها ونجد مناح نتأكد أن الوصول لا يتأثر. هذه السنة
مرة ثانية أريد أيضا أريد أن أرحب بالمجموعات التي عملت بشكل كبير وبشكل منسق مع حول أمور اللاجئين بشكل تكتل كامل، وكل هذه الجهود لتأكد أن لدينا الوصول للحماية. مرة ثانية أهنئكم كلكم الذين يعملون على أجندة من أجل التغيير، لأن التغيير هذا ما نحتاجه، لأننا لا نستطيع أن نستمر في هذا التجاهل الذي يحدث في التحديات. شكراً مرة لكم. أعطي الآن الكلمة إلى زملائي جيفن جون، هو المنسق لمجموعة الحماية الدولية، ولدي تفاصيل كيف نعمل هذه للوصول. شكراً جزيلاً لكم. شكراً جوليان لوضع هذه الأمور، وهذه هي طبعاً الأجندة للمفوضية السامية. شكراً حانا لعمل للكلمات الترحيب، والسويد التي هي مثالاً لدعم المساعدات الإنسانية في العمل الإنساني. شكراً جزيلاً. بالنيابة عن مجموعة الحماية الدولية وفي مناحي المسؤولية، أخذ هذه الفرصة أرحب بكم. هذه سنة جي بي سي تغلق هذه الاختتام الفعالية، يختتم هذه السنة بكثير من الأمور. وجوليان كما قالت، لدينا نزاعات أكثر من أي وقت آخر خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا انعكاسات مهمة. كيف الوصول للحماية سوية، وكيف بشكل كامل نحن وضع حماية أكثر للعالم. أيضا جي بي سي وضع هذه الجهودات والحملات حول الموضوع الوصول. لقد عملت حملات، هناك أمور استكمالية وجهود للوصول للحماية وتعزيز الحماية لأجل الناس الذين تأثروا بالأزمة. أيضا جي بي سي قد وضعنا هناك التوصيات والمناقشات، وهناك روابط كثيرة حول هذه المواضيع. هناك ثلاثة أمور على الطاولة، هناك خبراء تقنيين استضافتها في المؤسسة عبر الحدود، وهناك أيضا خبراء الذين حول أمور الإنسانية للحماية، وهناك مجموعة ثالثة وأمور استضافت لوزارة الخارجية البريطانية، وأيضا لدينا حماية في أكتوبر حول موضوع الحماية، وهذه عمل الكثير من اللاعبين وكيف يمكن للوصول للحماية يمكن أن نتقدم عالميا وعلى الأرض. هذه المحفل مجموعات ثلاث مفاتيحية مهمة لصاغت هذه الجلسات، 134 دولة في هذه المحفل. كل هذا العمل لقد تم استكماله في ملاج الأجندة للتغيير والتي تحمي، ونحن نرحب أن نطلقها اليوم. أجندة التغيير هناك أولويتين، أولا الحماية كهو هدف تكتلي والجهود، وثانيا حول المساواة المستدامة للحماية وتوصيات للتقدم هي كما يلي. الأولوية الأولى كهدف تكملي، نحن نؤمن أن الوصول على المستويين العالمي وقطري مثل مجموعات عمل وصول، وهذا يشمل إجراءات مثل دمج استراتيجيات وصول مع أهداف الحماية الواضحة من خلال مجموعة العمل. هذا الوصول التعاون استراتيجيات التي نحن وضعنا هذه الأهداف لها، ومجموعة أيضا أمور مهمة تكون مع الشركاء الناشطين في الانخراط في الوصول، ليس خلق هي عمليات، ولكن يكون هناك أمور استكمالية بين الوصول والحماية وهذه الآلية في العمل. في 2023 نحن نلتزم الالتزام والمشاركة مع مجموعة العمل وتزويد التحليل حول العوائق للناس يأتون المساعدة
track access. وأيضا لهذه الوصول هذه الأمور التي تعيق اللاعبين حول الحماية من أجل تغيير السلوك وبعد الضرر والوصول يجب تعزيز المقدرة حول مجموعة القدرات حول المشاركة مع هذه المجموعات وتقوية مع اللاعبين وتشجيع هؤلاء المجموعات في التزاماتهم. جي بي سي نلتزم في دعم المقدرات الإنسانية وكل من المشاركين في الخطوط الأمامية وليكون شركاء والوكالات وكل الذي ينخرط في أمور المفاوضات للحماية وأيضا الذين المشاركون لهذه الجهود في تلك الأعمال الأولية الثانية الأمور المستدامة والنوعية يجب أن نعترف هنا هي ليس فقط عرض واحد للوصول نحن نريد أيضا نوعية ووصول لتقليل هذه المخاطر وفي هذا الموضوع يجب أن يكون حماية تقادم المجتمع وهذا نسبة المجموعات للوصول للحماية ووضع هذا على واقع على الأرض نريد أن ندعم ونعيد بالمبادئ أيضا وأيضا في المنحة نسأل للمخاطر لا يمكن أن يكون الآن والانخراط وأيضا الترويج ولمساعدة المجتمعات الوصول أيضا نحن إلى الترويج سياسة دبلوماسية في هذه الأمور دعم الشركاء وحمايتهم في المجتمعات وهم يجب أن يحتملوا أيضا في المسؤولية هذه هناك مخاطر الحماية تكون مراقبة وأن تكون ذات نوعية عالية خلال هذه الأزمات إذا هذا ليس الوضع نحن نريد أيضا براهين أكثر لفهم هذه العوائق والآثار على الخدمات الترويج من خلال اللاعبين في المجموعات التي تعمل على الحماية التي تؤكد ما الذي نحتاجه لكي يكون هناك هذه الجهود أيضا لمعالجة التي هناك قلق حول الحماية والحقوق التي تعوق الوصول الإنساني والعواقب أيضا كل هذه الأولويتين التي وضعناها في مجموعة الحماية الدولية على الأرض أيضا وعلى أصحاب المصلحة ومع الدول أيضا ومع مجموعة الوصول هي تكون دائمة وهي مهمة جدا للحماية التي تستكمل مع المبادرات للحماية التي تشاركها جميع المجموعات الإنسانية نحن نعمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة والذين نتعالف معهم لوضع هذه الأولويات على الأرض نتحدث حول الشركاء والمتحالفين معهم نحن لا يحصل الحظ كل لديهم دور مهم جدا وولاية ومناح خاصة للوصول للحماية والآن عن بعد آلين بوفيه رئيس الاستشاريين في أوتشا في الغرفة على اليسار ريتشارد كوردون رئيس الموظف لـ IRCC وفي أيضا ريشيا سيلا ريسيلي مديرة الـ IRC في جنيفا التي هي رئيسة الجلسة لمجموعة الحماية الدولية أريد أن نركز عليه الآن هي المحادثة والغوص كبير مع زملائي والانعكاسات حول هذه المواضيع اسمحوا لي أبدأ معك سيدي تحدثنا حول هذه الأمور والمفاهيم لحماية والقلق والتي تعيق الحماية للحماية وعمل هذه النشاطات والبرامج هذه هي خرافة أم واقع كيف نحن نغير هذه الأمور؟ أوريليان تفضل الكلمة لكم شكرا جزيلا سايمون مساء الخير لكم
للجميع. أنا الآن معكم في الغرفة في نيويورك، وشكرا سيدة لدعمكم للحماية والوصول. لأجيب على أسئلتكم حول هي خرافة أم واقع حول هذه المفاهيم، هل هذا واقع؟ كلا. يجب أن ننظر بعض المنظمات هي التي تصل إلى أفضل الوصول والتي تدفع لأمور غير الحماية. هناك مفهوم أن الوصول والحماية لا هم يذهبان معا، هذا هو المفهوم. أمور مختلفة نحن يجب أن نفعله. أولا، نحن بحاجة إلى المشاركة والانخراط والاستثمار في المفاوضات حول الوصول، في حول النزاع مع المجموعات المعنية، وهذا ليس أمرا. الIRC لهم يستثمرون كثيرا في حول الوصول، وهي من أحد الأولويات. تكون هناك تكون مستدامة، وأن نتوقع ما يحدث، وأن يكون هناك حوار، وخاصة للمجموعات غير الحكومية للوصول، وأن نفهم من أين أتت هذه الأمور وأن نعالج هذه الأمور بعدها. الشيء الثاني هو عندما نقود الموضوع المتعلق بالوصول يجب أن نكون واضحين ما هو الأهداف، وخاصة من النتائج التي نود أن نحصل عليها. وهنا أيضا لا أظن أننا اليوم في الموقع الذي نود أن نكون به. أظن بأن الحماية هو لدينا الآن فرصة لنغير النهج الذي نأخذه في النقاش بأمر الحماية أثناء النزاعات. وأظن إن كنا قد اقتربنا من ناحية الحماية من هذا النهج، فسيكون هناك نقاشا أيضا عن كيف طريقة الوصول التي نرغب بها، وأيضا هذا سيبدأ حوارا عن كم سنكون قريبين من المجتمعات التي سنعمل معها، وكيف يجب أن ننخرط عنهم عن كثب أم لا حتى نعطيهم الحماية. أما نقطتي الأخيرة فستكون عن الحاجة لأن نحسن الطريقة التي نتحدث فيها عن الوصول إلى الحماية. أنا أفهم تماماً بأنه سيكون صعباً للقيادة في واقع الأرض والفرق الموجودة في واقع الأرض بأن يكون عندها مثل هذا النقاش مع الأطراف النزاع. لذلك نحتاج لأن يكون لدينا على المستوى العالمي، نحتاج إلى دعم من القيادة على واقع الأرض حتى ندبر السياسة المتعلقة بالحماية والوصول في تلك الدول. ونرى ذلك يحصل في بعض الدول مثل أوكرانيا حاليا على سبيل المثال، حيث نرى بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحن عندنا تنسيق جيد من ناحية الحماية والوصول، لكن لست متأكدا إن ذلك يحصل دائما. يجب أن يكون عندنا غطاء سياسيا على واقع الأرض حتى نكون موجودين في هذا النقاش الصعب، وهذا أيضا أحد التوصيات التي رأيناها، وهذا شيء إذن يمكن أن نحسنه في الأشهر القادمة. سام، أعيد الكلمة لك. شكرا أوراليان، أنا أوافقك تماما على تأملاتك عن كيف فعلا يمكن أن نعمل ذلك أمرا واقعيا، كيف أن قدرة الوصول للحماية كان يكون محفزاً كيف نبدأ هذه النقاشات، وكذلك نعرف الأهمية وخاصة في واقع الأرض الملموس، كيف يمكن أن نزود الغطاء السياسي للقيادة على واقع الأرض حتى تعطي مثل هذه القرارات. ربما يمكن أن أنتقل الآن إلى كريستيان إن سمحت لي بسؤال آخر عن شبيهان لذلك. بصفتك إحدى الوكالة الرئاسية المكلفة بالحماية في العالم، ما هي الأفكار الداخلية التي عندك وتشاركها بشأن التعامل مع أشرة الحماية التي ينظر إليها على أنها حساسة، بالإضافة إلى الدروس المستفادة حول الحفاظ على أساس أن الوصول الإنساني هو التزام بموجب القانون الدولي الإنساني؟ تفضل كريستيان، تفضل.
شكرا كثيرا سام، وشكرا لدعوتكم لي اليوم ولتنظيمك هذا الاجتماع. تم إبراز ذلك بشكل واضح وذكر تماما أنه بالرغم من إطار العمل الذي قد تحسن فعلا، ويجب أن نقر بهذا التحسن في السنوات الماضية، لكن خروقات القوانين الدولية الإنسانية والحماية وأولوياتها بأن ندفع إلى الأمام في جدول الأعمال قد زادت تعقيدا. هذا واقع من سوء الحظ، وهذا ما أدركناه في الأشهر الماضية. عندما نتحدث عن الحماية بشكل محدد، وخاصة عندما نتحدث عن لجنة دولية للصليب الأحمر وأوقات النزاع المسلح، فطبعا نتحدث عن أمور حساسة، العنف الجنسي، وكيف أن العنف والعدوان يحصل، وكيف يتم التعامل مع أسرى الحرب. فعلا هذه أمور حساسة كما نعلم. لذلك أنا أؤمن بأن الطريقة التي تتغير فيها النزاعات وفي الوضع الراهن الذي نواجههم، فهو يدفعنا أيضا لأن نتساءل عن بعض الأمور وأن نتحدى بعض الأمور التي نقوم بها، وخاصة عندما يعود الوضع إلى الحماية الأساسية، معايير الحماية الأساسية التي لا تنجح الآن. وكذلك نرى ما هي الأمور التي تنجح، وذلك يجب أن نعززها. سأعطيكم قائمة أنا أؤمن بأنها ما هي الأمور التي يجب أن نعززها ونحافظ عليها. هي أمور أساسية، ولكن الأمر الأول مثلا والذي هو لنا جميعنا هو أن الفاعلين في أمور الحماية يجب أن يكون عندهم قدرة للوصول إلى الأشخاص المتأثرين، رغم من أن هذا أحيانا قد يكون من سوء الحظ معقدا في غالب الأحيان، ولكن ما زالت هناك الكثير من الطرق التي يمكننا أن نكون عن قرب من هؤلاء الأشخاص. من تجربتنا في لجنة دولية الصليب الأحمر على الأقل، فإن الطريقة التي يمكن أن يكون عندنا حماية ونتائج للحماية هي عندما نتمكن نحن أنفسنا أن نتمكن من الوصول مباشرة إلى المجتمعات المتأثرة. أظن هذه النقطة الأولى التي يمكن أن نعززها، والتي أحيانا لا ندخل فيها كثيرا. عندما أتحدث مع جميع الفاعلين الذين لهم أثر في أوقات النزاع، سيساعد الرجاء أن تطلبوا بأن يكون هناك قدرة للوصول، بذلك أنه كم من القيام بالحيانة، وكما تعلمون فأحيانا نضع بعض القيود لذلك، ولكننا نؤمن بأن الآن علينا أن نتحدث مع الجميع أينما كانوا ومهما كانوا. القاعدة، الدول داعش، إنهم متحدثين عندهم أثر معين في المجتمعات ومناطق معينة، وكفاعلين للحماية يجب أن ننخرط مع كل هؤلاء لتأكد أنه في وقت ما يمكن أن يكون عندنا أثرا ما، وإن شاء الله نتمكن من أن نغير بعض السلوكيات. دائما أحب أن أعطي مثال أفغانستان، حيث أن السلطات الحالية مثلا كان لها معرفة جيدة مع لجنة دولية للصليب الأحمر بسبب السنوات العديدة التي قضيناها في أفغانستان وفي مناطق أخرى زرناها، مما سمح لنا الآن واليوم بأن يكون عندنا قدرة وصول جيدة. هذا أحد الأمثلة فقط. ومثالا آخرا يمكن أن نقوم بتعزيزه هو الخصوصية والسرية. يجب أن نكون واضحين بأن الخصوصية لا تعني بأننا نبقى صامتين، الخصوصية تعني بأننا لا نرفع التقارير أمام الإعلام ما شهدناه، ولكن عندما تكون أمام النزاع أطراف النزاع فيمكنك أن تعبر بشكل واضح أين هي المشاكل وأين يجب أن تكون هناك تحسينات برأينا. طبعاً أيضاً يجب أن نكون استقلاليين وكذلك حياديين كعاملين إنسانيين، وهذا شيء دائماً يكون هذا مبدأنا الأساسي، خاصة أمام أطراف النزاع. وإن سمحت لي أن أنهي كيف أن بحيث أتحدث عما يجب أن نتكيف، فهو يجب أن نسأل أو نتحدى الشيء الأول مثلاً تحت قيادتك أنت،
ما الذي نتحدث عنه؟ ماذا تعني الحماية بشكل محدد وخاصة اليوم؟ متى نقوم بالحماية؟ وما هي النشاطات الإنسانية التي فعلا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حماية؟ هذا موضوع مهم يجب أن نبحث ونوضحه أكثر. البراغماتية، نعم هناك أسئلة عن التزامات بموجب القانون الدولي للإنسان، ولكن بنفس الوقت كلنا عندنا خبرة بأن نعطي أطراف النزاع محاضرات عن الأمور السيئة أو عن قانون، هذا لا يكفي، لذلك يجب أن نتأكد أيضا بأن نبقى قدر الإمكان براغماتيين. الأمور الرقمية، نعم هناك فرص وكذلك مخاطر، المخاطر بسبب المعلومات المضللة والحديث الكراهية الذي نعرف عن الكثير عنه والذي له أثر أكبر على المجتمعات المتضررة، ولكن عندنا الفرص الكثيرة كفاعلين للحماية حيث نجد المجال الرقمي فيه كل المعلومات التي ستساعدنا في بناء تقاريرنا ووثائقنا بشأن الحماية. وفي النهاية التناغم في عالم نحن تتم مراقبتنا ورصدنا طوال الوقت، لذلك يجب دائما أن نكون نحن مسائلين وشفافيين عما نقوم بتطويره في الميدان، وهذا أساسي إن أردتم أن تبقوا على خطا معينا، على خط معين، وإن شاء الله عن طريق ذلك تحسنون طريقة الوصول. أعتذر للإطالة، عندي سؤال متابعة، هل برأيك أنه في حياتنا بأن الحماية دائما ستبقى حساسة لهذه الدرجة، أم هل هناك طريقة ستخف هذه الحساسية؟ أظن بأننا دائما سيبقى الموضوع حساسا أينما كنتم، ومرة أخرى في موقف النزاع هذه أمور أينما كنت، كما قلت أنا في أفغانستان أو أوكرانيا أو غدا في منطقة أخرى، هذه أمور طبعا حساسة للغاية وعاطف مليئة بالعواطف ولهذا السبب أعود إلى الخصوصية والسرية، طريقة كيف نتعامل مع هذه المعلومات، هذا لا يمكن أن يكون نشاطا متناسقا مثل موضوع له علاقة بالصحة والمياه، ولكن مع ذلك سيبقى هناك نوع من الحساسية، لذلك نعم أظن بأن ذلك سيبقى موضوعا فيه تحديات ولكن لا بأس بذلك. شكرا. نعم تعجبنا توصياتك تماما وهي مهمة تماما وتعطينا طريقة لتحسن. والآن شيشيليا، إن أجندة التغيير تحتاج بأن يكون هناك عندنا جودة الوصول المستدامة ليس فقط لمرة واحدة وغير مقيدة بشدة، وهو أمر ضروري للغاية لبناء الثقة والمشاركة وتقديم الخدمات. ما هي برأيك العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحقق وصولا مستداما عالي الجودة، وكيف يمكن العمل سوية لتحقيق ذلك؟ شكرا سام، شكرا لقد دعوتني سابقا حتى أتحدث قليلا، لذلك سأستفيد من ذلك. من دواعي سروري أن أكون معكم اليوم وأن أمثل الوكالات غير الحكومية والتي هي الأساس، أود أن أقول للتنسيق للبنية التحتية للتنسيق للحماية، وخاصة أيضا مع مجموعات العمل للوصول نحن نمثلها على مستوى الميدان. إنه من دواعي سروري أيضا أن أكون هنا، وذلك لأننا قمنا باستضافة من سنتين قمنا باستضافة فعالية النهاية عندما تحدثنا عن كسر السقف الزجاجي وتحدثنا عن الحاجة للتمويل لقطاع الحماية، وأظن بأننا قد مشينا إلى الأمام كثيرا منذ ذلك الوقت، لذلك إنه رائع حقا أن نسمع من السيدة تريكس عندما ذكرت الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق، هذا شيئا منعشا لموضوع الحماية، فإن العمل الذي قاموا به هذه السنة لربط الوصول بالحماية هو بيان لهذا النهج حيث نظرنا إلى تفكير جديد، وهذا من الرائع أن نرى أيضا أوتشا أيضا تقوم بأنها تساهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حيث أنها تساهم وتقول بأن نحتاج لأن نعمل سوية وأن يوجد تكاملا ما بين الوصول والحماية هنا في جنيف وأيضا على المستوى العملياتي حيث الاحتياجات هي كبيرة للغاية. والآن أعود لسؤالك، سألتني ما هي العوامل الأساسية لضمان الجودة والاستدامة في الوصول، وأود أن أتأمل على عاملين
الأول هو التدريب لزيادة القدرة المفاوضات، والثاني هو العمل سوية. هذا العمل الذي تحدثت عنه أنت. زملائي على الأرض يبرزون أن الوصول والمفاوضات، الوصول يمكن مفاوضي الوصول على المستوى العمليات غالبا يشعرون بأنهم غير مؤهلين أو مجهزين، ولا يوجد لديهم أدوات كافية لموازنة قدرة الوصول الأوسع من ناحية الحماية من العنف مثلا، ويواجهون الكثير من التساؤلات وقرارات صعبة عليهم أن يتخذونها على مستوى العمليات بشكل يومي، عندما عليهم أن يقرروا سواء ما بين المفاوضات للوصول لأطعام أو إلى المساعدة التي تنقذ الحياة أو تزويد معلومات أو أن يرفعوا أصواتهم أكثر بشأن الخروقات للقانون الإنساني الدولي وربطها بالأفراد والمجتمعات التي نريد أن نساعدها. ولذلك علينا فعلا أن نحسن الوضع بأن نعطي فرقنا بالأدوات والمهارات والثقة التي يحتاجونها حتى يقوموا بهذه المشاكل الصعبة. ونحن نعلم بأن كل مفاوضة هي فريدة من نوعها مختلفة، وكل سياق يحتاج معرفة محددة وفهم للمشاكل الموجودة على واقع الأرض. ولكن هناك فعلا بعض العناصر الأساسية التي يمكن أن نزودها بهم حتى نضمن بأننا نحصل على التوازن الصحيح عندما نتخذ قراراتنا. ويجب أن نبدأ بشكل مباشر بمعالجة هذه المواضيع عندما نزود تدريب الوصول، وعندما نزود تدريبا أفضلا لتواقم عملنا، وعندما نعطي إشرافا أفضل لأولئك في الميدان كجزء من التنسيق الإنساني. لقد قمنا بذلنا الكثير من الجهود، وأشكر المانحين الموجودين معنا في الغرفة اليوم بما سمح لنا بتطوير نماذج للتدريب للقطاع الأوسع. لذلك قمنا منذ اليوم دربنا أكثر من 1500 مفاوضا على المستوى الميداني، كما أننا طورنا أداة للتعليم الرقمي تسمح لقدرة الوصول لكمية كبيرة من المنظمات واللاعبين الفاعلين في هذا المجال. وكنا منتبهين تماما لأن نتأكد من أن كل هذه الأدوات التي نعطيها هي شاملة، ونحن نعطي أولويات للمشاركة من الطواقم المحلية ومن المنظمات المحلية، لأننا نؤمن بقوة بأن هناك يمكن أن نحدث الفرق الفظيع. وعندما نعود للعمل سوية، وأظن بأن هذه نقطة مهمة يجب أن أخذها بالاعتبار عندما نواجه مفاوضات مع الفاعلين المسلحين أو مع السلطات المحلية، أحيانا نحن على دراية بأنهم قد يقولون بأن نحن لنا علاقة بهذا العنف الذي نحاول أن نحله. إن كنا متحدين وإن كنا نستخدم نفس الأدوات وإن كنا نستخدم النهج المشترك في الانخراط والتحدث والتواصل معهم، فنحن أقوى بكثير. حتى لو أن ذلك أمر واضح، لكنه ليس واضحا على المستوى العمليات وعمليات والوطن. عندنا الكثير من الأمثلة حيث أننا لم نكن قادرين على عمل سوية، وكان جهود التنسيق غير مطبقة على واقع الأرض من قبل اللاعبين والوكالات المختلفة الموجودة. وهذا أيضا غير مفضل من قبل الهيكلية التي نطبقها عليها. لذلك أعمل بأن يكون ذلك بداية للنقاش، وخاصة مع زملائنا مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بحيث نجعل ذلك ممكنا. وشكرا، شكرا كثيرا لك شيشيليا. نعم، عندك نقاط مهمة فعلا من ناحية المشاكل والمآزق المستحيلة التي تواجه الأشخاص، وهو شيئا عنده صدع عندي وكذلك عند زملاء الموجودين حول العالم في الميادين، إنه دائما عندكم نزاعات نفسية عام كيف نحل هذه المشاكل. نعم، بناء القدرات والتدريب على المفاوضات مهم، وأيضا أكرر ما قلته بأنه فعلا أنا أرحب وأحيي المنظمات غير الحكومية التي تدعم مجموعات الحماية العالمية حول العالم.
وإنه هناك سؤال كبير، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه القضايا التي ذكرتها؟ نتحدث فعلا عن عمل سوية خاصة بالمفاوضات على واقع الأرض، فكيف يمكن أن نقوم بذلك بشكل أكبر وخاصة من ناحية الحماية؟ وربما الآن يمكن أن ننتقل. أوراليان، سنعود إليك إن سمحت لي. عندما نناقش الوصول الإنساني، هذا له علاقة بالسؤال الأخير، ليس فقط كهدف نهائي وإنما كطريقة حتى نصل إلى الهدف الأوسع، وهو حتى يشعر الأشخاص بالأمان وأن يكونوا فعلا يعيشون بأمان وكرامة. أوراليان، من منظورك كيف ترى ذلك في المستقبل؟ وكيف برأيك يمكن أن نقول بأننا قد قمنا بما يكفي حتى نحقق هذا الهدف؟ أوراليان، تفضل بالجواب. شكرا سام. لا الحاجة لأن نقول بأن نحن لا نفاوض الوصول فقط من أجل الوصول. عندما تحصل على الوصول، ما الذي تقوم به بعد ذلك؟ علينا أن نرجع خطوة إلى الأمام ونتأمل ونفكر، ما هي الوظيفة التي نحن بها؟ ما هي مهمتنا؟ إن المبدأ الإنسانية وحماية الأشخاص وصحة الأشخاص والاحترام للأشخاص، وإن عدنا إلى هذه النقاط فإن نتيجة ذلك هو عمليات إغاثة. ما هي أهداف الحماية؟ إنها مهمة للحماية التي نقوم بها. لذلك إن أقرينا بذلك ففجأة يكون عندنا الإغاثة من طرف وكذلك الحماية من طرف آخر، ولكن هذا لا معنى له. إن الإغاثة هي فعلا من أحد أدوات الحماية وكذلك الوصول والانخراط في النقاش الذي أمامنا. إذن عندما نقود إلى الاستدامة والوصول واستدامة الوصول، إذن علينا أن نوضح ذلك قبل كل شيء. أهم شيء هو للأشخاص أن يكونون محميين وآمنين، وأن نحترم الإنسانية لهؤلاء الأشخاص. هذا هو هدفنا. هل هناك نقطة نهائية؟ لا أظن أنه سيكون هناك. إن هذه بيئة معقدة التي فيها هذه الأمور، ونحن لا نتمكن أبدا من أن نصل إلى الاستجابة الكافية. هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها في جهودنا للتطور. كريستيان قال بأن يجب أن نتحدث مع كل الفاعلين والمنخرطين. نعم، هذه نقطة بداية جيدة، ولكن بموجب جدول الأعمال الجديد هناك بعض الخطوات من المسلم يمكن القيام بها. أولا علينا أن نتأكد بأن فاعلي الحماية على واقع الأرض ومجموعات الحماية في واقع الأرض يدخلون في نقاشات الوصول. إن البيانات والتحاليل المتعلقة بالحماية يجب أن تكون هي التي تعطينا تغذي استراتيجياتنا المتعلقة بهذا الحماية والوصول. قد يكون موضوع سلبي أن مجموعات الحماية هي موجودة مع مجموعات العمل المتعلقة بالحماية. أنا لست متأكدا إن كان ذلك الوضع حاليا. تجمدت الصورة، نعتذر عن الترجمة. إعادة التفكير والمراجعة، كيف نقيس نقيس الاستجابة والنجاح في هذا الاستجابة؟ السؤال المتعلق بالمنسق الإنساني والفرق الوطنية الإنسانية، نوفي عند الوصول لنهاية الاستجابة يجب أن نقول هل أن الحقوق تم احترامها بشكل أكبر؟ وهنا أنا لست متأكدا. إن كنا نقيس النجاح عندما نضع الحماية في مركزها، بعض الدول قامت بهذا القياس مثلا، ففي سوريا يقومون بذلك حيث ننظر بأن النجاح من ناحية الوصول. أنا لست متأكدا إن كان له علاقة بالحماية، ولكن أظن بأن ذلك له علاقة بالموضوع. وهذا يحضرني إلى النقطة الثالثة، وهي أن نلتقط ما يقوم به الزملاء على واقع الأرض إلى الآن
وهل يمكن أن تتم صياغة هذا العمل الجيد في أماكن أخرى؟ ما هي التحديات التي يواجهونها؟ وكيف يمكن أن ندعمهم؟ أظن بأن ذلك أيضا يجب أن ننتبه إليه. والآن حتى أن أختم، كل هذا له معنى فقط إن نحن بدأنا بالعمل بطريقة مختلفة في كل المجتمعات المختلفة. كريستيان ذكر أننا نحتاج أن نعمل عن كثب مع المجتمعات، وأنا أوافق على ذلك. وأظن أنه يجب أن نفكر أيضا بطريقة الانخراط التي نقوم بها بالمجتمعات في سياقات مختلفة. إن التقرير الذي تم إصداره الآن هو سلبي تماما بالنسبة للعمل مع المجتمعات، وكيف ننظر إلى استجابتهم ومن ناحية حماية حاجتهم من ناحية حماية. لذلك يجب أن نفكر كيف أن هذه المجتمعات تشارك بالنسبة للاستجابة، بالنسبة للحماية، وما هي احتياجاتهم. وربما ألخص بسرعة، إن المنسق الإنساني له نهج بأن ننظر إلى ما هي مقياس الرضا. يجب أن نخرج من هذه الديناميكية وننظر من هم الفاعلين في الاستجابة. وهذه هي مبادرة أساسية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنهم يتحدثون مع الفرق الموجود على واقع الأرض، ويتحدثون كيف يمكن أن ننخرط مع المجتمع، وخاصة عندما نتحدث عن نواتج الحماية. أعيد الكلمة لك الآن سام. شكرا. شكرا أوريلان لهذه التأملات، أن أوافقك تماما عليها. فإن الوصول هو ليس فقط من أجل الوصول، وأن تطلع شوقا للعمل معك عن كيف يمكن أن نقيس نجاحنا بشركة أفضل، وأن نضع ذلك مركزيا حول كيف أن المجازف نخففها، وكيف أن خروقات الحماية أن نقوم قياسها من وأن نجعلها مركزية في قياس الحماية التي نعيدها. كريستيان، هل يمكن أن أعود إليك؟ سؤالا لك، لقد قلنا بأن الحماية هي عملية تفاوض، ما الذي يمكن أن تعلم اللجنة الدولية بشأن أفضل سبل لدعم هذه المفاوضات؟ كيف يمكن أن تدعم؟ سواء كنا على الخطوط الأمامية أو على المستوى الدبلوماسية الإنسانية. تفضل. شكرا كثيرا سام. ربما أن التعليق الأول هو يمكن أن أعطيكم طبعا تجربة لجنة دولة الصليب الأحمر، ولكن من هذه الناحية أقول أنه توجد جهود لمشاركة التجارب من قبل الفاعلين في موضوع الحماية، ولكن حقيقة يجب أن نقوم بالمزيد. أنا أرى زملاء هنا في غرفة، لقد حضرنا اجتماعات مختلفة مع فاعلين مختلفين للحماية، وربما هناك توجد ديناميكية جديدة، ولكن يجب أن نعززها، وخاصة عندما يقوم الموضوع بلجنة دولية الصليب الأحمر. نعمل مع الهلال الأحمر أيضا، نشارك الكثير من تجاربنا بالإضافة إلى تجاربنا مع المفاوضات وقيامنا بالحماية، ولكن هذا يتجاوز اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. أما بالنسبة للتجربة، ما نحتاجه هو ما رأيناه في مرات متعددة في الدول التي نقوم فيها نعمل بها، فإننا نحتاج أن يكون هناك إطار عمل قانوني قبل أن نبدأ بالنقاش. يجب أن نتأكد بأنه أمامنا الأطراف تفهم ما هو الوضع القانوني والإطار العمل القانوني. هذا ما نقوم به عندما يبدأ النزاع، بأن نحضر الأطراف المتنازعة ونقول هذه هي القواعد والأحكام الأساسية، ومن هناك ننطلق. هذه مهمة طبعا، لأنها ستكون مهمة عن طريق كل الحوار ومدى على مدى الحوار، مثل المفاوضات والأمور المتعلقة بالحماية، بأن لا نقوم بأي ضرر. كما قال أوراليان، لقد تحدث عنه مرات مختلفة، أي شيء تقوم به سواء بالمفاوضات يجب أن نتأكد بأنها لا تسبب أي ضرر. وعندنا أمثلة حيث أنها كانت مشكلة بأنها قد ساءت الوضع. نعم، إن المجتمع، إن الحماية المجتمعية عفوا والنهج المجتمعي هو أساسي للغاية، ليس فقط في توزيع الغذاء أو الماء أو مشاريع الصحة وأيضا، لكن بالنسبة للحماية يجب أن نعرف ما هي الآليات الموضوعة في مكانها بالنسبة للمجتمع حتى تعطي وتواجه مشاكل الحماية. نحن كلنا نستثمر في ذلك نوعا ما في السنوات الماضية، ولكننا ربما علينا أن نقوم بالمزيد،
ونرى خاصة عندما نتحدث عن الوصول، طبعا المجتمع سيلعب دورا كبيرا هنا، وربما أننا لا نعطي حقه. الصبر عند المفاوضات، أعلم بأن لا أعلمكم شيئا جديدا، ولكن ربما كفاعل دولي للحماية فإنه ليس دائما أو كل سنتين أو ثلاثة نقوم بالضرورة بأن نفهم بشكل جيد البيئة وأن نبني الثقة بشكل جيد مع الفاعلين. هناك قد يبدو بأنه شيئا عملي، ولكنه أمر مهم وإنه أمر طويل الأمد، وإن أردنا مرة أخرى أن نحصل على نتائج جيدة للحماية يجب أن ننظر إلى هذا على المدى الطويل. المنظور والتصور وهو أمر كلنا نواجهه، حتى نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسيتم بطرح الأسئلة كيف أن الناس تنظر إلينا. هذا قد يكون أمرا غربيا في الكثير من المنظمات، ويجب أن نبذل الكثير من الجهود حتى نقوم بتغيير ذلك نوعا ما، وحتى نستمر بأننا أساسيين ونبقى نؤثر على الحوارات التي تقوم ما بين الدول وبين الأطراف المسلحة وغيرها والجيوش مثلا. وإن سمحت لي سام سأعطي موجزا، وهو شيء يرتبط بالسؤال الأول الذي طرحته علي. في نهاية المطاف هناك الكثير من هذه الأمور العملية التي يمكن أن نحسنها والتي لا يمكن أن نتحكم بها والتي لها علاقة بالبيئة والأطراف التي أمامنا، ولكن هناك أيضا قلة استثمار في هذا الميدان. بكل بساطة يمكن أن أخبرك بين هذه أمور نحن أيضا نواجهها في منظماتنا، وأنا برأيي بأنها تواجه في العديد من المنظمات الأخرى. إن كان في نهاية المطاف نحتاج أن نرى تطورا، فيجب أن نستثمر المزيد، نحتاج إلى المزيد من الوفود للحماية والذين يتحدثون للغة معينة حتى يكون فعلا عندنا أثرا إيجابيا ونبني الثقة مع مجموعات أخرى أو دول أخرى. هناك الكثير من الاستثمارات بكل الأمور الأخرى الإنسان في المجال الإنساني، ولكن هذا بالذات تم إهماله في السنوات الماضية، لذلك هذه الإجتماعات مهمة. ولكن في نهاية المطاف ما قمنا به في هذه الغرفة هذا فعلا وبالتأكيد هو مجال نحتاج إلى الاستثمار فيه بشكل كبير. شكرا جزيلا، لقد سمعتم يعطوني القوة حول الحماية والتحديات التي نواجهها. هل نحن نستثمر في هذا الميدان في أعلى المستويات لتأكد يكون ننجح في هذا الأمر؟ تفضلي أن نعود إلي حضرتك. نعود هذه المسألة للمجتمع، أريد أن أسألك حول قدرة القيادة حول الأمور الجندرية وهذه التركيز على هذه الأمور. ما هي هو قدرات المجتمع؟ كيف نشجعها؟ خبرتك حول النزاع ليتدهور في هذه البيئة والوصول، يجب أن نحن هذه المقدرات والوصول للمجتمعات وإحداث التغيير أيضا بدعمكم. تفضل الكلمة لكم. شكرا. أولا الكلمة التي أقول لها هو التكامل، يجب أن نكمل بعضنا البعض. هذه من ناحية الشركاء الدوليين، الدور القيادة في المفاوضة والوصفي حول الوصول، وأهمية تحديد كيفية عمل ذلك والوضع جهودنا واستكمالها، وأن لا تكون هي ممكن تكون في ظل الآخر. هذه السنة مع Save the Children، هذه المنظمة، هناك بحث استكشافي كيف المنظمات غير الحكومية دعم المجتمعات حول المفاوضات. ما أقوله هنا تأتي من هذا البحث، هذا ليس من انعكاسي ولكن من البحث. أبدأ أن مهم أن نعلم هو شائع المجتمعات أن يتفاوضوا مباشرة مع المجموعات المسلحة مع السلطات المحلية،
أو مع الجيش. هناك حرية الحركة والوصول إلى الخدمات والمفاوضات مع مجموعات معينة التي يتعوق للوصول هذه، وأيضاً يفاوضون السلام من النزاع والعنف. هذا أمر فيه تحدي كثير. هناك أمثلة يمكن نبني عليه من كولومبيا وجنوب السودان، وهذا أمر مهم جداً. جنوب السودان خاصة هي مثيرة، مثال مثير. لقد أظهر عملنا أن نعمل سوية لحل هذه المشكلات والتحديات والنجاح في مجموعة الحماية، وهذه المهمات مع المنظمة السامية لحماية اللاجئين كان أمراً ناجحاً. نعود إلى المفاوضات التقاط والمجتمعات، يجب أن نتذكر هذا يستمر، هذه العملية خاصة في الأمور النزاعات والعنف، وهذه الدينامية تتغير في المجتمعات ومع اللاعبين، يجب أن نخرطوا فيها. وأيضا من المهم أن نعترف أن المجتمعات قد هم يقررون عدم الانخراط مع المجموعات المسلحة، يجب أن نحترم هذا قرارهم، وهذا نعمله بشكل كبير معهم وفي مناحٍ عديدة. هناك دور مع المنظمات نلعبه مع منظمات غير حكومية. لقد أيضاً أخذنا وساعدنا بعض المنظمات. هناك مبادئ أساسية يجب أن نتذكرها أيضاً. يجب أن نأخذ نحو منحى سياسي في الأمور الحساسة مثل الأمور المجموعات المسلحة، العلاقات مع المجتمعات، وهذا يدعو إلى وجود دائم على الميدان. يجب أن لا يكون 6 أشهر أو 12 شهر، ولكن يكون هناك مستقبل متوقع. في هذا السياق المجتمعات ينخرطوا أو لا ينخرطوا، ينخرطوا معنا أو بدوننا، هذا مهم جداً أن يكون هناك هذا عامل احترام. لقد حددنا 4 هو جهود مع المحكم المجموعة المنظمات غير الحكومية، دعم المجتمعات وأيضاً الهيكلياتهم. لقد لاحظنا أن هذا الهيكلية في المجتمعات هي مهمة جداً في لرفاهية ومشاركتهم وحمايتهم. المجتمعات أن يدفعوا ويشجعوا لطلبهم واحتياجاتهم، وأن يتحدثوا مع نظرائهم، مع من يريدون أن يحاوروا، مع مراحل مختلفة من التأكيد. ثانياً، نعتقد يمكن أن نساهم في بناء هذا المعرفة الفردية والمهارات، وهي أدوات التدريب. طورنا لهذا القطاع أيضاً للخير للجميع، ويمكن دعم أيضاً دعم عملي ليس أيضاً لوجستي، هذا مسمى لوجستي فقط لإعطاء فعالية انعزالية، ولكن نقدم المواصلات أو لوسائل الاتصالات. أربعاً، يمكن المساهمة ومشاركة في هذه المفاوضات. عملية المفاوضات يجب أن يكون قراراً نحن عملناه سوية مع بعضنا البعض وعلى المجتمعات. وأهمية الأمور الاستكمالية والتكامل، أريد أن أختتم هنا. أعود إلى بعض النقاط التي عملتها سابقاً حول أهمية المجتمعات ووضع الناس في المركز. برأيي هذه أمور مثيرة ومبادرة مهمة، أخذناها في الوكالات مع المجلس الدولي للاجئين. هذه المبادرة التي تم إطلاقها، سؤال كيف يمكن عملها؟ كيف عملها؟ في المصادر المتاحة الآن. أعتقد لدينا فكرة جيدة، نريد أيضاً وضع هذه الأفكار بشكل عملي. أحب أن أستمع آرائكم التي عملتموها في الأخير. إذا ما كنا جديين ونريد التغيير،
النظام وضع الناس في المركز أن نستثمر في ذلك هذه الفكرة. وشكرا. شكرا. أمل هذه أجندة للتغيير تري الجدية حول هذا الاستثمار وأيضا على المستوى العمليات. شكرا لهذه الأمور الانعكاسات العملية والتوصيات حول هذا الموضوع المهم. شيليا أريد أن أشكرك كريستيان وأشكرك وأشكرك أيضا أشكرك على هذه الرؤية العميقة والانعكاسات للاعبين الأساسيين وأنتم الآن الموجودون في الغرفة. أريد أن أشكركم لملاحظاتكم القيمة وسنعود إليها حول الأجندة للتغيير. الآن أطوي الصفحة ونسمع أعضاء الدول من المانحين يلعبون أيضا دورا أساسيا لعمل هذا. وضعتم ثقتكم بنا لتنسيق هذه العملية. شكرا لدعمكم. أعطيك الكلمة لبعضكم الذين انضموا اليوم معنا ولبعض كيف نعمل هذه التعاون معا والتحقيق هذه الفرص للتحقيق والتغيير. هناك بالمعالي المفوضية الاتحاد الأوروبي. تفضل الاتحاد الأوروبي. سعيد أن يضيف هذه جي بي تي وسعيدون أن نكون هنا في نهاية فعالية ليبدأ بالاعتراف بالنيابة عن الإيو وأردد أهمية دور هذا الموضوع والمتحدثين الذين سلطوا الضوء على الوصول بدون شروط آمن وسالم وسليم للحماية. وأيضاً يجب الانخراط مع كل اللاعبين للوصول إلى هذه الحماية. وفي هذا نفس الشيء أيضاً الوصول للحماية. الحماية رأينا هي أمر غاية في الأهمية لإنقاذ الأرواح. يجب أن نتذكر ذلك. الوصول للحماية هي تلخص هي في أمر صعب جداً ونحن دفعتنا كشركاء لمسارح مختلفة لوضع هي حلول أخرى في أيضا ببرامج انخراطية أكثر ومساعدة أو لإعادة هذه الترويج. هذا ليس كافيا. كثير يجب أن نفعله بالنسبة للحماية كما كان هو تم تلخيصه من مجموعة الحماية الدولية. أيضاً الوصول للحماية ونردد أيضاً بشكل قوي ونرحب أجندة التغيير هذه. وهناك بعض الخطوات التي تم اقتراحها في التقرير ومنكم أيضاً كيف المانحين كان دعم هذه العملية. كيف نحن ندعم هذا نساعد وندعم ذلك. أولاً نحن ملتزمون أن نستمر في الدعم تقوية المفاوضات ومقدرات المفاوضات ولكن ليس لكم ولكن أيضاً كشركاء. وأيضاً نحن نمول المبادرات المفوضية السامية للاجئين والمهارات والشركاء ودعمنا في ترويج هذه المعدات الصغيرة وأيضاً خالف التمويل. أيضاً هناك جهود أيضاً فورتشا لإنهاء لتعزيز مقدرات المفاوضات في المساعدات الإنسانية. ثانياً أيضاً نحن نعترف الدور الكبير للاعبين المجتمعات القياديين وهم أيضاً مهمين في الحماية وخاصة في وضع هناك الوصول الصعب. ونحن ملتزمون لتعزيز دعمنا للاعبين في المجتمع ونحن نقوي سياسة الأمور التوطين. نحن نريد أن نشركها خلال الثلاثة أشهر القادمة. وأخيراً نحن ملتزمون لمساعدة مع الدبلوماسية الإنسانية والترويج للوصول ونحن نفعل ذلك على الصعيد المحلي مع السلطات أيضاً بشكل دولي. وليس سراً الوصول الآن هو في هذه الفعالية الثانية للاتحاد الأوروبي مع السويد في مارس
2023 في بروكسل. لأختتم هنا، أمل أن هذه الأجندة التغيير سوف تساعد أن تحدث تغييراً للناس الذين نخدمهم، ونستمر في دعم عملكم هذا في المستقبل. وشكراً، شكراً جزيلاً لهذه الرسائل، لقد استلمناها بشكل مرحب. الآن بريطانيا، تفضلوا. المملكة المتحدة، أنا سعيد أن أتحدث هنا حول الأجندة. كما قال جوليان، يجب أن نستمر عملنا. المملكة المتحدة نشعر أننا تساعد، وأيضا هناك أمور إيجابية تم عملها يوم الجمعة مع اعتناق المفوضية السامية للاجئين حول النظام الحصار، وأشكر الـ UNHCR على قيادتهم في ذلك الأمر. أعتقد النقطة الأولى لأردد هنا ما قاله زملائي، أهمية المجتمعات وضعهم في المركز، هذه بداية جيدة أريد أن أبدأ بها. وأيضا المفوض السامي الذي قاله الأسبوع الماضي هو مثال رائع لما قاله، هذه المبادرات التي تم وضعت، ونعترف هنا بعض المباحثات من أيضا الدول الأعضاء هي سياسية، ويجب أن الصانعين القرارات والسياسيين في هذه الغرفة مع المجتمع الفاعلين والأشخاص الفاعلين، وليس كافيا ما تستلمه المجتمعات فقط، يجب نحن هذه البيروقراطية هذه التي نواجهها مع بعضنا البعض، المجتمعات أيضا صانعين القرارات يجب أن ينخرطوا في هذه تلك الأمور. المملكة المتحدة قالوا خلال الشهر حول إطار الإنساني حول تقديم الحماية، هي من كذا الأمور الأولويات الثلاثة، مثل زميلي هنا، هناك أمور ثلاثة من الدول الأعضاء أيضا مفاهيمهم، يجب أن نساهم في هذه الأمور. ثالثاً، الأمور الاستشارية الطاولة المستديرة هي مهمة جداً في تلك النقاط. أولاً، حول كيف يمكن لنا نستخدم أفضل الدبلوماسية لوضع هذه الحماية والوصول ونتائجها. أعتقد الكثير من هذا نستمر لتعزيز هذه العلاقات المشتركة، وكيف نعمل عليها مع اللاعبين للوصول للحماية. وعلى دول الأعضاء عملاً كبيراً في متعدد الأطراف للوصول، وتأكد هذا أن نذكره دائماً. النقطة الثانية للدول الأعضاء، لنتأكد أن الاستثمار يساعد لتعزيز المقدرة للنظام، ويأخذ هذا منحاً طويل الأمد لهذا أمر الدعم. هذه أمور أنتم أيضاً تقدمتم بها. هناك بعض المنظمات المختصة، كريستيان هنا من المجلس الدولي للاجئين هنا، شكراً لهذه المفاوضات المستدامة، تحدثتم كيف يمكن نفعل ذلك، وكيف يمكن نحن بشكل عملي نضع البراغماتية في هذا الإطار وفي الأمور. هذه المبادئ هذا سهل أن نقوله، ولكن هناك طبعا تفاصيل أكثر في الشياطين هنا نقولها في التفاصيل. والآن وفي هذه، إن المملكة المتحدة ستقوم بتعزيز عملها في المواضيع المتعلقة بالحماية وتزيد القدرة للوصول، وستربط ذلك مع المناصرة المجتمع مع الفرق الوطنية الإنسانية للحماية، وستعمل أيضا مع مجموعات الحماية. وفي النهاية وأعود إلى هذه النقطة بشأن أهمية كيف أن هذا الموضوع أحيانا يكون سياسيا، بأن نضع الحماية والفاعلين كنا في صميم حواراتنا، وماذا يعني من أن نكون نحن إنسانيين، بأن نقر بأن ذلك هو فقط لتغييرات معينة، وأن نحضر الأجهزة أجزاء النظام مع بعضه البعض،
نفكر بطريقة مختلفة، وأن تغيير طريقة التفكير هذه هي شيء نحتاج من الخطوط المامية حتى إلى الغرفة في مجلس الأمن الأمم المتحدة وما ذلك، وأن برأيي أن قمنا بهذا التغيير سيكون ذلك جزء مهم منها. أشكر المملكة المتحدة لصفقات لاستضافتها المشتركة للطاولة المستديرة الأخيرة، وإنما نرى ذلك بأنه بداية للكثير من التشاور المتعاون. وأخيرا ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية الموجودة معنا أونلاين على الإنترنت. شكرا كثيرا سام، وسلام لمجموعة الحماية العالمية، وأشكر السويد لاستضافتها اليوم ولإطلاقها جندة التغيير، وأشكر أعضاء اللجنة المختلفة، وأعتذر أنني لست موجودة شخصيا بسبب مشاكل الحماية الموجودة حول العالم، فنوافق بأنه من المهم للغاية أن ننظر بجدية إلى كيف يمكن أن نحسن نتائج الحماية من خلال مبادرات الوصول الإنساني. فكما قال الجميع، فإن الحماية هي أولوية كبيرة لأمريكا. ندعم الأولويات التي قمت فيها في أجندة التغيير، واليوم نريد أن نبرز بعض الرسائل التي مهمة بالنسبة لنا. أولاً، الحماية يجب أن تكون في صمام العمل الإنساني وتخطيطه. نوافق على ذلك، نعم، إن جهود الإنسان ومبادرات الوصول الإنساني يجب أن تكون معززة بشكل متبادل، ونوافق بأن الجودة والاستدامة في الوصول الإنساني هي مهمة حتى نوصل الحماية للأشخاص اللي لا يمكن أن تصل لها الخدمات الأساسية والإغاثة الأساسية. إن هذا يمكن أن نعززها من طريق العمل المجتمعي كما قال البعض، وكذلك يجب أن ننظر إلى بعض، وبذلك نصل إلى المجتمعات الأكثر استضعافا، وبذلك نحن ندعم التزام الجي بي سي لمجموعات الحماية لأن تساهم بشكل ممنهج في مجموعات العمل، ونريد أن نرى ذلك متطورا أكثر. ثانيا، كما قمت باستعراض مستقل كما قال في الاي سي ار سي، فنحن برأينا نوافق بأن القيادة في المناصر يجب أن نوسعها حتى تضم التحديات التي نواجهها في الحماية. نقل بأن أجندة التغيير مقترحة بأن المناصر يجب أن تبرز الافتراضات الموجودة، وأن يكون هناك تقاطعا مهما، ونحن نطلع شوقا للخطة المراجعة للجي بي سي حتى نفهم ما سيحصل، ما هي عواقب وصول بالنسبة لبعض الفاعلين. ثالثا، وكما قلتم، فإن اللاعبين المحليين لهم دور كبير في حماية الوصول للحماية، ولقد سمعنا أمثلة كبيرة من الجميع عن دور المجتمع الفاعلين المحليين في بوركينا فاسو واليمن وكولومبيا وغيرها وأثرهم الإيجابي. وفي عملنا نريد أن نزيد الرؤية لهؤلاء حتى يكون هناك عمل تقوده قيادة محلية. وبشكل خاص يجب أن نستفيد من خبرة القيادة المجتمعية وخاصة الفتيات والبنات والنساء. يجب أن نقر أيضا بالدور الكبير الذي يزداد على الفاعلين، ويجب أن ننتبه ما هي المخاطر اللي يواجهونها، ويجب أن نخفف من هذه المخاطر. لذلك يجب أن يكون هناك رفع تقارير للحمايات المجتمعية الذاتية، وأن نزيد المناصرة والحماية. إن أمريكا تدعم الجي بي سي، ونحن نقدر الاستثمارات الموجودة فيها وما هي التقاطع ما بين السياسة والممارسات من وصول الحماية والنتائج، ودورنا مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا نستخدم الكثير من الأدوات من الدبلوماسية والمناصرة المحلية والخاصة حتى نوصل المساعدة الإنسانية وننصرها لأولئك الذين بحاجة، وسنسمى بالقيام بذلك ونتأكد بأن الحماية هي الهدف الأساسي لكل نشاطاتنا. أشكركم لحسن الاستماع. أشكر أمريكا لدعمكم المستمر لمجموعات الحماية، ونطلع شوقا للعمل معكم أيضا بالنسبة لحملات الوصول. دعوني أختم نوعا ما هذا الحوار الثري عن إطلاق أجندتنا هذه بالنسبة للحماية. أشكر أعضاء اللجنة جوليا موراليا أوروليس وشيليا لكل دعمكم، وأشكر السويد أيضا كمستضيفة مشاركة ولإطلاقها الأجندة في فعالية نهاية السنة. وبالنيابة عن المجموعة العالمية للحماية، أود أن أشكر كل الذين ساهموا خلال السنة في هذه الحملة للوصول الذي يحمي. ندعوكم لأن تستمروا في العمل معنا
مع مجموعة الحماية العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تقود أيضا في تطبيق أجندة التغيير هذه، وأيضا لأولئك نشكر أولئك الذين ساهموا لبناء الزخم الذي حصل بسبب جهودكم في الأعمال الإنسانية حول العالم. أود أن أختم ربما بأن أقول بأن الحماية هو مفاوضات، وبالرغم من أننا نحب ذلك فلا يمكن أن نعطيه بكل سهولة. من أولئك في الخطوط الأمامية إلى العواصم والفاعلين الوطنيين والدوليين، فإن المنسقين والمطبقين والمانحين والمستلمين، نشكركم جميعكم لأنكم مناصرين للحماية في سياقات حول العالم خلال هذه السنة الأكثر صعوبة من غيرها. نتمنى لكم الشجاعة والصحة الجيدة، وأن تكون السنة القادمة أفضل من هذه. وأشكركم، والآن نختم هذه الفعالية. لأولئك الموجودة معكم ندعوكم لحفل استقبال ومنعشات خارج الصالة. أشكركم جميعكم.